لو الحكاية فيها إن فيديو زي التلفزيون وزي والإذاعة والحاجات دي كلها، لكنها تبقى أعلى شوية، يعني لا هي في زي أشعة جاما تبقى عالية جدا ولا بتبقى قليلة زي التلفزيون والإذاعة، لأن دول بيبقى الموجات بتاعتهم موجات قليلة. طبعا أشعة إكس وأشعة جاما بتبقى أشعة كبيرة جدا أو الترددات بتاعتها كبيرة جدا. المحطات بتاع التردد بتاعتها بتصل من 800 ل 1800 ميجا هرتز، يعني ده معناه ان تردد المحطه بيبقى اكبر من التردد بتاع التليفون المحمول. طبعا ده رسمه بتوضح انه بالنسبه للتلفزيون وبالنسبه للارسال وبالنسبه للراديو بتبقى الموجات او الترددات قليله، التليفون المحمول بيقع في النص ما بين الترددات القليلة وبين الترددات العالية اللي هي بتشمل بقى أشعة إكس وأشعة جاما واللي احنا قلناها، يعني هو تقريبا في الجزء المتوسط من يعني أول 5 دقايق بتلاقي درجة الحرارة قليلة لسه، بعد 10 دقايق لسه، بعد ربع ساعة بتلاقي التأثير الحراري في منطقة على منطقة الأذن بتبقى يبتدي يعلى بمقدار، يعني كان أول نص درجة ابتدى يرجع من درجة لدرجة ونص، ودي معادلات عالية أو بيحدث مشكلة بالنسبة